استبعدت السلطات في المملكة العربية السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة. وقد أعلنت السلطات السعودية وفقا لإدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة بجهود كبيرة لمحاربة كافة أشكال العبث الذي يستخدمه البعض بهدف تجميل الناقة بشكل صناعي، وذلك للفوز في المسابقة أو ارتفاع سعرها. وتقوم بشكل مستمر اللجنة الطبية المختصة بالمهرجان التي تضم اختصاصيين من جميع الأقسام بالكشف عن عمليات التجميل التي تحدث للإبل باستخدام أجهزة خاصة وفرتها إدارة النادي في مرحلة أولى داخل صالة مخصصة. ويطلع الأخصائيون على الإبل من خلال شكلها الخارجي وملامحها ومشيتها وما إلى ذلك، ثم تنتقل إلى صالة أخرى للفحص الإكلينيكي الدقيق بواسطة فريق مختص، بداية من الرأس ثم العنق والجسم باستخدام أجهزة تقنية متخصصة مثل جهاز الأشعة المتطورة التي تصور مناطق داخل الإبل وتخرج صورا مباشرة خلال ثوان، وأجهزة السونار ثنائي وثلاثي الأبعاد وتحليلات الجينات، كما تجرى الفحوصات داخل اللجنة الطبية وتظهر نتائجه خلال ساعة. وتعرف عمليات تجميل الإبل بأنها أي ممارسات أو عمليات تجرى لها بأغراض تجميلية تساعد على التناسق للشكل الظاهري للإبل، وذلك لاتباع مقاييس الجمال المناسبة. بعد عمليات الفحص استطاع نادي الإبل ضبط حالات خضعت لعمليات تجميل، وذلك خلال منافسات مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل في دورته الحالية. وجاءت الحالات منها حالات تمطيط وحالة واحدة هرمون وحالة واحدة حقن الرأس وغيرها من العمليات كالبوتكس.